والكلمة للجزائر. سيدي رئيس، بداية أود أن أعبر عن امتناني لكم على عقد هذا الاجتماع المهم. فهو يعكس الحالة الملحة التي نشهدها في الشرق الأوسط وخاصة الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الاجتماع كذلك يبرز الحاجة الملحة لاتخاذ مجلس الأمن لتدابير حاسمة. أشكر السيد تور وينسلاند على إحاطته. مجلس الأمن، مجلسنا يطلع بالمسؤولية الأساسية لصون السلم والأمن الدوليين. ولكن تأثير قرارات المجلس المتعددة تعرضت للتقويض بسبب تعنت القوى القائمة بالاحتلال، تتصرف وكأنها صماء. المجلس لم يتمكن من اتخاذ تدابير حاسمة. فقدنا عشرات الآلاف من الأرواح ومئات الآلاف يتحملون الجوع والمرض والنزوح القسري. لاستعادة مصداقية المجلس، لاستعادة شرعية المجلس، لا بد للمجلس أن يتحمل مسؤوليته بشكل كامل، وينبغي أن يتصرف بسرعة وبشكل حازم لمعالجة هذه الأزمة الآخذة في التصعيد في الشرق الأوسط. في هذا الصدد لا بد للمجلس أن يتخذ الخطوات التالية. أولاً، الأولوية القصوى تتمثل في وقف المأساة المستمرة، في وقف المذبحة المستمرة من خلال فرض، نعم فرض، وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة ولبنان. كذلك من الأهمية بما كان معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية بشكل فعال، إذ أن الجهود السابقة أثبتت أنها لم تفي بالغرض. نعم، العمليات الإنسانية تواجه عراقيل بسبب غياب الإرادة السياسية من جانب المحتل الإسرائيلي الذي يستمر في استخدام التجويع كسلاح كما هو موثق في تقارير الأمم المتحدة. وندعو أعضاء المجلس، ندعو جميع أعضاء المجلس أن يعتمدوا مشروع القرار المقدم من الأعضاء المنتخبين من دون تأخير لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في وقف إطلاق النار بشكل فوري. ثانيا بالأحرى، لابد للمجلس أن يلتزم بأحكام القرار ES10 شارطة 24 الصادر عن الجمعية العامة الذي يستعرض خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال ولإقامة دولة فلسطينية سيدة وعاصمتها القدس الشريف. هذا الهدف المشترك يتعرض لخطر خطر وجودي بسبب أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بما في ذلك خطط للضم الضفة الغربية
التوسع الاستيطاني وتشريد الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ثالثا، لابد لمجلس الأمن أن يحافظ على المعايير المتفق عليها لتسوية المسألة الفلسطينية من خلال ضمان منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، قبول فلسطين كعضو كامل كدولة عضو كاملة العضوية في مجلس الأمن سيعزز القانون الدولي وسيحمل القوى القائمة بالاحتلال على الامتثال للأعراف الدولية. كما قال الرئيس عبد المجيد تبون وأقتبس، من المهم من الأهمية بمكان أن نتخذ خطوات فورية وملحة لإنقاذ عملية السلام التي تواجه جمودا غير مسبوق، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حمل الاحتلال على الامتثال لمبادئ القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتكثيف الجهود لضمان عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. انتهى الاقتباس. رابعا، سيدي الرئيس، لابد للمجلس أن يضمن إنفاذ قراراته، نعم، من خلال فرض الجزاءات على من ينتهك القانون الدولي. بالرغم من أن القرار 2334 واضح بشأن عدم قانونية المستوطنات، هذا القرار لم ينفذ بعد وقد اعتمد قبل 8 أعوام، فالأنشطة الاستيطانية تستمر من دون كابح. خامسا، ترتيبات الحوكمة في الأراضي الفلسطينية لا تزال مسألة داخلية يقررها الفلسطينيون حصرا. المجتمع الدولي دوره يتمثل في دعم الفلسطينيين وتمكين السلطة الفلسطينية لتفي بمسؤوليتها. الوكالات الأممية والمؤسسات الأخرى ينبغي أن توحد الجهود لمساعدة السلطة الفلسطينية على توحيد غزة والضفة الغربية وإعادة بناء المناطق والبنية التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي. سادسا، السبب الجذري للنزاعات في الشرق الأوسط معروف للجميع، وهو الاحتلال الإسرائيلي، احتلال إسرائيل لفلسطين، للبنان، لسوريا. لابد للمجلس أن يضمن تنفيذ قراراته بما في ذلك القرار 1701 والقرار 497 لإنهاء الاحتلال ولاستعادة السلام في المنطقة. سيدي الرئيس، تكلفة الصمت والتقاعس هائلة. اليوم يدفع الفلسطينيون واللبنانيون الثمن بحياتهم، وغدا
ستخرج التداعيات عن السيطرة. فشل مجلس الأمن، فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته، القرارات التي صدرت عن هذا المجلس. هذا الفشل يديم نظاما تهيمن عليه القوة. هذا الفشل يقوض العدالة وسيادة القانون. مجلس الأمن يتحمل مسؤولية ثقيلة تتمثل في منع انهيار النظام القانوني الدولي. وقت التحرك قد آن، لا بد وأن نستعيد الأمل لأجل السلام، أن نستعيد الأمل في السلام، وأن نتمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي. وشكرا، أشكر ممثل الجزائر على هذا البيان.